مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم بدي أشرح لكم بطريقة مختصرة ليش عنا أكثر من نوع شامبو في روتين العناية بالشعر بالشعر الكيرلي. في عنا أكثر من نوع، اللي هو الشامبو المنقي والشامبو الخالي من السلفيت والكوواش. رح أشرح لكم بطريقة إن شاء الله تكون هيك سلسة وسهلة بالنسبة لكم. أول إشي، الشامبو المنقي هو شامبو تنظيفه كتير عالي. طبعا الفرق الجوهري بين كل هاي الاشياء او بين هدول الثلاث انواع هو مكونات المنتج ولاي سبب احنا بنستخدمه. الشامبو المنقي بنستخدمه عشان ننظف الفروة بطريقة كتير منيحة. هلا الشامبو المنقي مش سيء ابدا، او الشامبو اللي بيحتوي على نوع من انواع السلفيت مش سيء، بس بيكون يعني استخدامه الزيادة عن اللزوم هو اللي بيعمل مشاكل للشعر، فممكن يعمل لك مشاكل انه يجفف فروة الراس، او ممكن يعمل لك قشرة، او ممكن يعمل يصير شعرك يدهن وزيت بسرعة، لانه الشعر ممكن يفرز زيوت كنوع من انواع الحماية بسبب الجفاف اللي عم بيسببه الشامبو المنقي. فالشامبو المنقي بنستخدمه مرة او مرتين بالشهر، او عند الحاجة لما تحسي انه فروة شعرك بتحتاج تنظيف كتير كويس بتستخدمي وقتها الشامبو المنقي. الشامبو الخالي من السلفيت هو الشامبو اللي بتقدري تستخدميه بكل حمام بشكل شبه يومي، بينظف وبرطب، بس بيكون خالي من الكيماويات القاسية على الشعر. وكمان الكوواش نفس المبدأ ونفس الهدف، اللي هو بتقدري تستخدميه بطريقة شبه يومية. الفرق بين الشامبو الخالي من السلفيت وبين الكوواش انه الكوواش بنقدر نستخدمه للفروة الجافة تحتاج للترطيب بشكل دوري، فبتستخدمي لها الكوواش. ايش كمان بدي احكي لكم؟ هلا لما انت تيجي تبلشي في الروتين ممكن تستخدمي الشامبو الخالي من السلفيت مع الشامبو المنقي، ممكن يكون هذا نظامك على حسب انت. اذا فروة شعرك عادية تستخدمي الشامبو الخالي من السلفيت بشكل شبه يومي، وتستخدمي الشامبو المنقي عند الحاجة. او اذا انت فروتك جافة وشعرك جاف وبيحتاج ترطيب كتير كبير، ممكن انك تستخدمي الكوواش مع الشامبو المنقي كل فترة. هلا انا بالنسبة لي شعر بنتي الما، هلا بحط لكم الصورة، بستخدم لها شامبو خالي من السلفيت وبستخدم لها الشامبو المنقي تقريبا كل اسبوعين. بالنسبة لأسيل برضو بستخدم لها الشامبو المنقي كل اسبوعين، بس بستخدم لها الكوواش لتنظيف فروة راسها لانه شعرها كتير كتير ناشف. جبت لكم من عندي هون ثلاث انواع، ثلاث اشكال. هذا الشامبو المنقي، وهذا الشامبو الخالي من السلفيت، وهذا الكوواش. الشامبو المنقي جبته من الاردن، من وكلائه في الاردن، وشامبو وهذا الشامبو وهذا الكانتو الكوواش جبتهم من اي هيرب. مش بس هاي المنتجات اللي انا معتمدة عليها، في كمان غيرهم، بس مبدئيا هدول اللي حبيت افرجيكم اياهم، هدول اللي انا بستخدمهم لألما، وهدول اللي بستخدمهم لأسيل. فشايفين الفرق كتير بسيط. المهم انه انت تعرفي شعرك شو بيحتاج، وتعرفي تختاري النظام اللي انت حابة تمشي عليه. ممكن انت تجربي تمشي على اول اشي شامبو خالي من السلفيت مع شامبو منقي، اذا حسيتي انه شعرك لأ لسه بده ترطيب زيادة امشي على الكوواش. الكوواش صراحة لشعر أسيل كانت نقلة بالنسبة لي، لأنه أعطى ترطيب لشعرها كثير خرافي. فبس هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه اليوم. إذا عندكم أي سؤال اسألوني في الكومنت، وإن شاء الله رح أجاوب على كل أسئلتكم.